مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد. البضائع المقلدة والمزورة هي منتجات ربما تغري كثيرين لاقتنائها وشرائها، ولكن هذه البضائع تسبب أضرارا اقتصادية للدول وأيضا للعلامات الأصلية منها. ولهذا فقد دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وسائل الإعلام في دولة الإمارات للوقوف على عملية إتلاف 453 ألف قطعة متنوعة من البضائع المقلدة. الزميل صبح عطري كان موجود خلال عملية الإتلاف وعاد لنا بالتقرير التالي. قامت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بإتلاف ما يقرب من 453 ألف قطعة متنوعة من البضائع المقلدة خلال عام 2010. نحن اليوم بنستكمل عملية الإتلاف اللي بديناها طبعا في خلال سنة 2010. هاي طبعا آخر كمية من مضبوطات سنة 2010 اللي تقريبا كانت 453 ألف قطعة. طبعا اليوم نحن نستكمل عملية الإتلاف اللي صارت خلال العام لهذه القطع المقلدة اللي تم ضبطها طبعا في أسواق الإمارات. والله احنا نعتقد أن الحملة اليوم ودعوة للإعلام على أساس يشوفون هذه العملية جزء من حملتنا في زيادة الوعي فيما يتعلق بأهمية عدم التعامل مع هذا النوع من البضاعة في عملية حماية أسواقنا من الممارسات الخاطئة. هذا دور مهم بالنسبة لحكومة دبي، دور مهم بالنسبة لنا هنا في الدائرة الاقتصادية، بحيث أن نحمي حقوق الملكية ونحمي حقوق المجتمع الأعمال. ضمت البضائع المقلدة التي تم إتلافها حقائب وأحذية وأكسسوارات وهواتف متحركة، نظارات ومواد تجميل وغيرها، حيث أن دائرة التنمية الاقتصادية تتبع في عمليات الإتلاف أرقى المعايير لحماية البيئة. فهناك بعض المواد التي لا يمكن إتلافها إلا عن طريق بلدية دبي كالبطاريات والهواتف المتحركة والمواد السائلة. بلدية دبي طبعا معنية تماما بحماية البيئة وحماية طبعا البلد من أي ضرر بيئي قد يحصل، فلذلك نحن دائما نسلم هذه البضاعة وهذه النوعية من البضائع إلى الأيدي الأمينة المختصة بعملية الإتلاف. وتم الكشف عن هذه البضائع المقلدة التي تحمل اسم علامات تجارية من خلال زيارات ميدانية وحملات التفتيش المنظمة والعشوائية التي ينظمها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، بالإضافة إلى الحملات التفتيشية التي يقوم بها القطاع بناء على شكاوى أصحاب العلامات التجارية. نحن إن شاء الله بالتنسيق مع اللي هي طبعا القطاع الاقتصادي عندنا في دارة التنمية الاقتصادية راح نقوم بعملية قياس أثر البضائع المقلدة هذه على طبعا اللي هم أصحاب العلامات والوكالات التجارية وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. يذكر أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يفرض غرامات مالية على المخالفين والتعدي على حقوق الملكية الصناعية وأنظمة الدائرة المتعلقة بالنشاط التجاري ومصادرة السلع والمنتجات غير المشروعة والمخالفة لقوانين الحماية التجارية والغش والتدليس والعلامات التجارية والوكالات التجارية، والإغلاق من أسبوع إلى 90 يوما، وفي حال التكرار يتم إلغاء الترخيص. كل رخصة تجارية في إمارة دبي بتلزم منا نحن زيارتين سنويا. نحن بنستهدف ساعات بعض الأسواق اللي امتهنت خلنا نقول بعض الممارسات السلبية في بعض الأسواق. يعني أنت كنت صراحة الترديشنال ماركت، بعض الترديشنال ماركت عندك زي سوق الكرامة، زي سوق الذهب، الظاهرة هذه بيع البضائع المقلدة عندهم كثيرة. ففي الفترة الأخيرة نحن كنا شوي مركزين عليهم بشكل أكثر من الأماكن الأخرى. نحن نطمح إن شاء الله خلال عام 2010 أن تنتهي الظاهرة هذه. ما نقول ما نوعدكم أن نخفي الظاهرة تمام، لكن نقل بشكل ملحوظ إن شاء الله. من الصعب بمكان انك تصادر يعني اشياء يتم استخدام شخصي. انا اعتقد عمليه المصادره يجب تتم من المحلات ومن المخازن اللي يتم اكتشاف البضاعه هذه فيها او من المنافذ. تبذل الدول جهودا حثيثة لمصادرة وإتلاف هذه البضائع المزورة أو المقلدة، ولكن جزء من المسؤولية يقع على عاتقنا نحن كمستهلكين للإبلاغ عنها أو على الأقل عدم شرائها. صبح عطري لبرنامج يا هلا. ليه نادر حرقة صبحي يعني ما خصه أكيد. شكرا لصبحي، ونناقش الموضوع أكثر وأكثر مع الخبير الاقتصادي الأستاذ كريم نخلي. مرحب فيك أستاذ كريم. أهلا فيك. يعني شفنا عملية إتلاف كبيرة جدا، 450 ألف يعني قطع متنوعة تقريبا. يعني وجود هذه المنتجات المقلدة في البلد قد إيه بتحقق فعلا وبتسبب أضرار؟ طبعا بتسبب أضرار كبيرة لسبب واحد، أنه اليوم عندك هالشركات خاصة الشركات المستوردة، يعني عندك بحدود 4000 شركة بالإمارات بيستوردوا أكثر من 80 ألف منتج
دولي. هذه المنتجات، هذه الشركات قائمة على الاقتصاد المحلي كما على الاقتصاد الإقليمي يعني بسائر المنطقة. هذه الشركات تستخدم كل يعني كل واحدة منهم عندهم بحدود تقريبا بين ما يوازي بين 30 لحديد 500 موظف. هذول عايشين كلياتهم من اقتصاد من هذه البضاعة المستوردة المنتجة دوليا ومستعملة في الإمارات. نعم. إذا هذه البضاعة صار في عندك تزوير، هذا الشيء حيأثر على هذه الشركات، على الميزانية تبعهم، على الإيرادات تبعهم، وحيسبب لهم خسائر فادحة. يلي حيصير إنه حيصير في عندك من وراء هالشيء هالشركات، في منها مضطرة تسكر وفي منها مضطرة تشيل موظفين تبعها. طبعا. يعني عندك الإفكت اللي هو النتيجة الجيد مباشرة على الشركات هاي، وغير مباشرة على المستهلك وعلى الأشخاص اللي بيشتغلوا بالبلد. طبعا. طب لو يعني ذكرت تأثير الشركات اللي هي الشركات الأصلية لهذه المنتجات قد بتتأثر، ولكن خلينا نحكي شوي عن الأزياء مثلا، يعني شركات الأزياء المعروفة من الحقائب إلى آخره. طبعا. هل فعلا بتتأثر من هذه البضائع؟ طبعا بتتأثر، لسبب واحد أنه هذه الشركات اليوم عندك كمية مبالغ بتندفع على اللي بيسمى بالقيمة الفكرية للمنتج. يعني اليوم مثلا إذا بتاخذي شركة مثل لوي فيتون ولا شركة مثل جوتشي، عندهم مصمم عالمي بيدفعوا له مبالغ طائلة بس مشان تا يعمل ديزاين لهالهاند باج ولا لهالجولري ايتم ولا لهالمنتج اللي عم يتصدر. هيدا المنتج بيكلف اول شيء الماتيريال تبعه غالي، الكوست اوف برودكشن غالي، وزياده على هالشيء هن عاملين الدراسه تبعهم انه هيدا مثلا يبيع 500 الف منتج عالميا. اليوم اذا هيدا باع 300 الف وعندك 400 الف فيك مضروب او كاونترفيت اللي يسمى فيه المزيف، يعني هيدا حيضرب لك كليا الميزانيه تبع هيدي الشركه يلي تسببت بخسائر كبيرة وأثرت عليها بالسوق المحلي، بالمستورد المحلي وبالشركة العالمية. أكيد. يعني شفنا هاي العملية الإتلاف هي تعتبر عملية ضخمة نوعا ما، ومثل ما سمعنا هنا عم بيحاولوا قد ما فيهم يخففوا وجود هاي الظاهرة قد ما فيهم، يعني حتى لو ما عدم وجودها. ولكن في دول العالم مثل كندا وأمريكا بنلاحظ حتى هن بيحاسبوا الشخص اللي اشترى هاي المنتج. أكيد. وبيستخدمها بحسبوا هذا الموضوع. هذا الشيء مش موجود هون. صح. يعني مثلا مثل ما انت قلتي بكندا اذا مثلا شخص داخل على قلب الحدود الكنديه على المطار ولابس براند فيك ولابس اشياء يلي منها مضبوطه، هالشخص ممكن يتوقف واول شيء حياخذوا منه البضاعه المزيفه، ثاني شيء حيعملوا التحقيق معه من وين اشتراها وقديه شاريها ومين المصدر، مشان تجربوا يلاقوا المصدر يلي انتج هذا البرودكت او المنتج. وزياده على هذا الشيء هذا الشخص حيكون ياخذ بنالتي قيمتها مرات بتوصل بين ال1000 لحد 10000 دولار. سو هذا الشيء بيخلي الناس بيدع الناس على استخدام وشراء هذه المنتجات. هلا هون بالشرق الاوسط مثل ما يعني اذا بتطلعي صعب من تحديد الاشخاص، مشان هيك لازم ينعمل بالمنطقه عنا هو نشوف مين هن اللي عم بيستوردوا هذه المنتجات والتوقيف تبعها عند المصدر مشان ما يوصل هذا الشيء. وزياده على هيك كمان اذا بتطلعي انت على بالعالم مثل بكندا او مثل بامريكا او بفرنسا، عندك الاشخاص اللي بيشتغلوا بالجمرك هيئه الجمارك. نعم. هي بتشتغل بتنسق مع الشركات العالمية، بكون في اتفاقيات وفي اتفاقيات بيناتهم، وفي حتى أشخاص من الهيئة الجمركية بيدرسوا البضاعة وبيتعلموا الفرق بين هذا المنتج والمنتج الثاني، بيتعلموا مثلا شو كيف بواحد بميز هاند باج لوي فيتون الأصلي من التقليد، سو بيعرفوا يميزوا. بينما نحن عندنا بالمنطقة الهيئة الجمركية منا بعد مؤهلة مشان تعمل هذا الشيء، ولانه كمان يعني ما بيعرفوا يميزوا فعليا اذا هذا المستهلك حامل شيء ماركه او مش ماركه قبل ما يكون اصلي مش اصلي، يعني حتى ما بيعرف اذا هذا براند او مش براند، يعني بعده بهالمرحله. سو مشان هيك اصعب انه واحد يعملها عن طريق كل شخص مسافر.
الأسهل طريقة ولازم تنضبط اللي هي مراقبة الحدود، مراقبة الهيئات الجمركية، مراقبة الشركات اللي عم تستورد هذا الشيء، وجرب إيقافهم نوقفهم عند المصدر طبعا.